أطلقت كلية الآداب جامعة عين شمس برئاسة الدكتورة العميدة الدكتورة سوزان القليني حملة بعنوان شباب وشابات بلا أنيميا، واختارت واحد من الناس البرنامج كي يكون راعي لهذه الحملة، راعي إعلامي، وكانت تحت رعاية وزير الصحة والشباب والرياضة والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. والحقيقة الدكتورة سوزان القليني احنا بنشكرها على كل الحملات العظيمة اللي هي بتطلقها وبتعملها، لان ده الحقيقة دور الجامعة كمان ان احنا نكافح مرض الانيميا. وعايز اقول لكم حاجة، مرض الانيميا من اخطر الامراض. النسبة اللي عندنا اللي هتشوفوها في التقرير 40%، متخيلين 40% من الشعب المصري عندهم انيميا، واللي عنده انيميا شعره بيقع، بيشعر بنهجان، بيشعر بضعف عام، حاجات كتيرة جدا ممكن تكتشف انها فيك وانت ما تعرفش انها فيك الا لما تعرف ان جات لك عشان عندك انيميا. قد ايه هذا الموضوع خطير، وعشان كده الحملة دي بدأت. وعايز اقول لكم احنا بندعو ومستمرين في هذه الحملة انها تستمر في كل انحاء مصر. بعد ما دشنا الحملة في جامعة عين شمس ان شاء الله احنا هنكمل، هنروح العشوائيات، هنروح قرى، هنروح اماكن كثيره جدا في ابلي، وبعدين ننتقل لبحري عشان هنعمل تحاليل. ومعانا شركه محترمه جدا اللي هي الشركه الراعيه للمنتج اللي بياخدوه. وبعدين الدواء النهارده بتاع الانيميا بقى حاجه لطيفه جدا، شوكولاته، يعني حاجه طعمها كويس، بتاكله بترفع لك نسبه الحديد او الهيموجلوبين في الدم. الحقيقه الحمله دي جت في وقتها، لان مع وجود نسبه 40% انيميا في مصر، ده معناها ان احنا نص الشعب المصري تقريبا عنده فقر دم، يعني هيلاقوها منين ولا منين. تعالوا نشوف التقرير عن هذه الحملة المحترمة اللي بيرعاها برنامج إعلامي واحد من الناس. بكلية الأداب بجامعة عين شمس أقيمت احتفالية لتدشين حملة شابات وشباب بلا أنيميا بحضور كل من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا موسى رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سوزان القليني عميد كلية الأداب بالجامعة، والإعلامي الدكتور عمرو الليثي مقدم برنامج واحد من الناس الراعي الإعلامي للحملة. الحقيقة الحملة لما تنطلق من كلية الأداب ده رسالة محترمة جدا للجميع، إن الجامعة بتلعب دور كبير جدا في التنمية البشرية في مصر، ليست فقط تلعب دور في مجال التعليم والتثقيف، لكنها تلعب دور في التنمية البشرية ومجال العمل التطوعي. ويمكن ده مش أول مبادرة بتنطلق من كلية الأداب، لكن هناك مبادرات كثيرة انطلقت، وأتصور أن هناك مبادرات أكثر تنطلق الفترة القادمة إن شاء الله. بحيي أيضا جميع الحضور النهاردة، تحية أيضا لأعظم شيء في مصر، شباب مصر. نحترمكم، بنحترمكم ونقدركم، لأن الحقيقة على مدار فترة طويلة من عملي في مجال التنمية البشرية، كل الذين يعملون معي في العشوائيات وفي القرى الفقيرة وفي توصيل المياه وفي بناء العشوائيات وفي تسقيف البيوت وفي كل حاجة هو الشباب المصري. فتحية لكم واجبة، لأنكم بجد أنتوا فخر لينا، إحنا بنعتز بيكم وكمان بنتعلم منكم. النهاردة موضوع أهم، لأن الأنيميا مرتبطة ارتباط وثيق بالأداء وبالعمل. والحقيقة ما نقدرش ننكر أن حجم الأنيميا اللي موجود كمان في إبلي بالذات وفي محافظات الصعيد شيء مؤلم جدا. يمكن في المحافظات المتطورة والحضر وجه بحري الأمور أفضل. عشان كده أنا أتمنى أن المرة القادمة هذه الحملة
تجوب العشوائيات وتذهب إلى الصعيد وتتم هذه الاختبارات في الصعيد عشان نقدر نقف وندرك تماما حجم الخطورة اللي موجودة هناك. وأعلن أيضا أن احنا يمكن تم الاتفاق بين البورد على أن هذه الحملة هتستمر وهتروح مناطق عشوائية منذ المرحلة القادمة إن شاء الله. هننزل لمحافظة القاهرة، القاهرة تقريبا فيها أكثر من 864 عشوائية، هننطلق لأهم هذه النقاط وبعدين هنبدأ ننطلق للصعيد. وبطلب من أجهزة الإعلام والإعلام المصري أن هو يخصص ولو فقرات بسيطة جدا لتوعية المواطن المصري بخطر الأنيميا. هذا الخطر لا ينعكس على حياته، على حياته وعلى حياته. فعلا نسبة الأنيميا في مصر في الأطفال عالية، وآخر إحصائية إن إحنا عندنا نسبة الأنيميا في الأطفال في مصر 40% الأيرون ديفيشنسي أنيميا، ودي نسبة كبيرة جدا. بالنسبة للسيدات والشابات فعلا برضو النسبة عالية، ودي بتأثر طبعا على فترة الحمل وحاجات من هذا القبيل. وحملة زي دي حملة كويسة، أي نشاط، أي نشاط اجتماعي بيعملوه الطلبة الحقيقة بيدي بهجة. أنا كعميد سابق لكلية طب عين شمس أنا الحقيقة بفتقد وجودي في وسط الطلبة. أنتوا أحسن حاجة في الدنيا، أحسن حاجة في الدنيا هم طلبة الجامعات. المستوى اللي أنا شفته النهاردة بالتعاون الرائع ما بين كلية الأداب مع مؤسسات المجتمع المدني مع الحكومة ممثلة في وزارة الصحة أو وزارة الشباب أو جميع الوزارات المعنية مع المسؤولين في الإعلام، المجلس القومي للمرأة، السادة نواب البرلمان اللي بنحييهم على تواجدهم معنا، مع الشباب الجميل المقبل على الحياة اللي بيشارك في العمل الجماعي والتطوعي. الحقيقة لو تعاوننا بالشكل اللي أنا شفته الحقيقة النهاردة في هذا الافتتاح الرائع أعتقد بلدنا هتتقدم كتير جدا. بقول إن احنا جميع مراكز الشباب والأندية والمؤسسات والرياضية جاهزة لاستقبال حضراتكم لإجراء الكشوفات المطلوبة في هذه الحملة الرائعة. بوجود قيادات شابة في كثير من الأماكن، بوجودكم أنتم زي ما قالت الدكتورة سوزان مستقبل مصر الواعد، أعتقد أن مفيش مستحيل. ابتسامة، رضا، فكر للمستقبل، تقديم خدمات على أرض البلد، تفاؤل بمستقبل هذا البلد العظيم، حماية هذا البلد العظيم. فأعتقد فتيات وشباب وشابات هذا البلد العظيم هما صمام أمان الوطن كله. فأعتقد أن أنتم مش بس المستقبل الواعد ولكن الحاضر والمستقبل، وكمان انتم اللي هتربوا الاجيال القادمه. دور القياده القادم هو لمن يجلس في هذا المقعد، دور القياده القادم هو لمن يجلس ويفكر في مستقبل مصر. الحمله دي حمله توعيه حقيقيه ايجابيه، من خلالها بنحس شباب على ان هي ينور للاخر وخيركم للناس انفعكم للناس. الحمله مهمه جدا، لان الحمله ديت بتوضح او بتحاول توصل للمواطن هل المواطن صحته سليمه 100% ولا عنده مشاكل، خاصه في مجال الانيميا او اللي هو فقر الدم، لان الانيميا او فقر الدم بتاثر على نشاط الانسان وعلى تفكيره الذهني وعلى نشاطه الذهني ونشاطه الجسماني. اعتقد ان شاء الله الحمله دي هتحقق اهدافها يعني، وهتبقى ليها صدى، لان الشباب هم ثروه المجتمع وهم زي ما احنا بنقول فعلا يعني كل الامل فيهم. وتهدف هذه الحمله الى توعيه طالبات وطلاب الكليه والجامعه بخطوره الانيميا وتاثيرها السلبي على التحصيل والاستيعاب الدراسي، وتقديم التوعيه اللازمه من جانب المتخصصين لتغيير المفاهيم الخاطئه عن مرض الانيميا والتي غالبا ما تروج للتقليل من خطورته. الحمله زي ما قلت هي بتبدا النهارده من عين شمس، هتروح للعشوائيات بعد كده. دورنا كواحد من الناس ان احنا بندعو الناس ان هي تقبل على فكره ان هي يتم الكشف عنها فيما يخص تحاليل دم، وبتتم بشكل بسيط جدا ما فيهوش اي يعني اصابات زي الاول. الحقيقه الهدف ان احنا عندنا نسبه كبيره جدا من المرضى اللي عندهم انيميا ما يعرفوش، لان احنا بطبيعه الجغرافيه عندنا ثلاثيه بحر متوسط منتشره بشكل كبير، فاحنا بنعالج هذه المشكلات، بنحث الشباب على ان هم يكشفوا ويتاكدوا، بنديهم العلاج، والعلاج جاي في يعني بشكل جديد خالص. هنروح بعد كده على عشوائيات القاهره والجيزه، هنطلع على ابلي وبحري،
وهنعمل نفس اللي عملناه قبل كده في موضوع فيروس سي، ان احنا نعمل تحاليل بسيطه جدا، واحنا بنقدم مش تحاليل بس، احنا بنعمل التحاليل وبنقدم العلاج. يعني بنعمل تحاليل وبنقدم العلاج عشان خاطر المريض يعرف ان عنده انيميا، وبعدين بنقدم له العلاج اللي هو يخليه يشفى ان شاء الله من عندنا. مشاركتنا مشاركه البرنامج والمؤسسه، احنا الراعي الاعلامي للحمله، ودورنا ان احنا بنحث الناس على ان هم يقبلوا على فكره الكشف المبكر على موضوع الانيميا. والحقيقه هي الحمله انا شايف انها بدايتها قويه، وان شاء الله تداعياتها هتكون اقوى ان شاء الله لما هتروح بقى المناطق العشوائيه والمناطق الفقيره، ان شاء الله يبقى ليها مردود كبير باذن الله. الحمله بتبدا بقياسات للانيميا للشباب، والحقيقه القياسات باجهزه حديثه خالص ما فيهاش سحب عينات دم نهائي، ودي ميزه بحيث ان احنا نشوف نسب فعلا الانيميا اللي موجوده عند الشباب في الجامعه، وبعدين هنتابعهم لمده شهر من خلال التوعيه والتغذيه وكده، وبعدين هنرجع نعيد القياس مره اخرى عشان نشوف نتيجه التجربه. الحقيقه ان شاء الله احنا بدانا التجربه من اداب عين شمس، انما هننطلق بيها بعد كده. اولا هنغطي مراكز الشباب كلها على مستوى الجمهوريه كلها، وده بالاتفاق مع معالي وزير الشباب. كمان احنا هنغطي الجمهوريه كلها على مستوى المجلس القومي للمراه من خلال لجان المحافظات في المجلس القومي للمراه عشان مخاطبه السيدات. كمان ان شاء الله هننطلق بحيث انها تبقى حمله معموله كمان في العشوائيات، بتخاطب اللي موجودين في العشوائيات. الحقيقه احنا بنهدف انه الحمله تتحول الى حمله قوميه كبيره جدا، لانه تاثيرات الانيميا خطيره جدا على الناتج القومي. حمله جميله جدا، ليه؟ هم اختاروا كادر الشباب والشابات لان الشباب هو المتوسط. الشباب لو واعي هيكبر يبقى حاجه هادفه وبصحه كويسه وكده، وهو الشباب هو اللي بيدي الوعي للاطفال الصغيرين. للاسف نسب الانيميا بتاعتنا عاليه، لاهمها لان احنا ما عندناش وعي صحي، وضربنا بالجانك فود، وضربنا بالعادات السيئه، وللاسف نسينا عاداتنا القديمه بتاعت الغذاء المتكامل. بنعلم الناس النهارده ايه العلامات الخطر اللي تقول لك ان انت قد يكون عندك علامات فقر الدم اللي هي الانيميا، ساعتها هنعمل تحليل عشان بخطوات بسيطه جدا ممكن ان احنا نقي نفسنا، نعلم الناس ايه هو الاكل الصحي المفيد. وبساحه كليه الاداب اقيم معرض للحمله، شارك فيه مجموعه من الطلاب والطالبات من مختلف الكليات لتقديم مجموعه من النصائح حول مواجهه الانيميا لطلاب الجامعه وإجراء الفحوصات اللازمة لهم. الحملة دي ممكن تكون شرارة توعية للشباب عشان يفهموا إن الأنيميا دي مرض قاتل صامت فعلا يعني، وطبعا نسبتها في مصر أكتر من 75%، فبالتالي هو ده المكان المناسب ليها، وإن شاء الله تستمر تكون حملة مداومة مستمرة إن شاء الله في الجامعة. أنا بسجل الطالب أو اسم الطالب، الاسم بتاعه، بسجل اسمه وسنه والكلية والرقم، وبعد كده الأكونت بتاعه، بعد كده بيروح يقيس هنا، بيقيس الوزن والطول والعمر بتاعه. الطالبه بتبقى اعلى، الجهاز ده بتستخدمه لمده دقيقه، في خلال الفتره بتاعه الدقيقه دي بنقيس التريس من ده، بنوضح لها النتيجه، وبعد كده هي بتتنقل على ستيف ثانيه الترابيزه، هم بيبتدوا يوضحوا لها ايه الحاجات اللي ممكن تكون طبيعيه، او لو حالتها تحتاج ان هي تاخد سبلمنت معين هم بيرجعوا لها بيوضحوا لها ده على الترابيزتين ثانيه. استفدت ان في اجهزه نزلت جديده ممكن غير التحاليل والحاجات دي، لان في ناس اصلا بتخاف من التحاليل. يذكر ان مرض الانيميا اصبح المرض الاكثر انتشارا في مصر بسبب المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه المعقده وسوء التغذيه وغيرها، وعليه فإن حملة مثل حملة شابات وشباب بلا أنيميا ستعمل بشكل فعال في الحد من هذه النسبة الخطيرة من خلال التوعية بمخاطر المرض والإرشاد إلى طرق العلاج منه.